السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم متابعينا الأعزاء. وفيما يخص استيراد الجرارات أقل من 5 سنوات، ناس بزاف سقسات على استيراد أقل من 5 سنوات، كيف راح يكون وكذا. من بين الحوايج اللي بانوا أنه هذا الاستيراد راح يكون عن طريق البنوك أو بأموال بنوك، يعني ماكش راح تجيب الأورو من السكوار، لأنه السكوار راحين يحبسوه كما نقولوا حنا في آخر بيان لرئاسة الجمهورية وكذا. التلفزيون الوطني الجزائري دار روبورتاج على هذا الأمر، وكنخليكم الروبورتاج وكتشوفوه خاوتي. باللي سي بون، السكوار راح يتجرم وراح تكون عقوبات عليه. وفيما يخص استيراد جرارات، راح يكون إن شاء الله بأموال البنك، يعني راح تفوت على العملة، ولا راح تجيب العملة عن طريق البنك، ماكش راح تجيبها من السكوار. وهذا هو الفيديو خوتي تاع اليوم. كما قلت لكم أنه السوق الموازية ما بقاتش عن قريب، أي استيراد وأي تعامل راح يكون عبر البنوك، لأنه السوق الموازي راح يتم تجريم أي إنسان يتعامل به. كما قلت لكم، خليكم مع الروبورتاج تاع تلفزيون جزائري، يعني مادام حزت حطاته تلفزيون جزائري ورئاسة الجمهورية تسمى ما بقاتش فيها حتى هضرة خاوتي. خليكم مع الفيديو وإلى اللقاء. نقطة ثانية مهمة جدا هو التعريب المباشر بالنسبة للعملة عن طريق طبعا سوق الموازية، وشفنا أنه سوق الموازية طالب سيدي دار الجمهورية أو الحكومة تحضر نفسها لقانون نقد وقرض طبعا يكون فعال شفاف قابل للاستعمال، يملأ طبعا كل النقائص والفراغات اللي موجودة. ولسد الفراغات قررت الدولة مراجعة قانون النقد والقرض، ومن هنا فصاعدا ستسلط أقصى العقوبات على كل من يتجرأ على المساس بالاقتصاد الوطني.